وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. من الأسرار التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم واكتشفها العباد الصالحون من هذا الحديث أنك إذا أذنبت أي ذنب فتصدق بعده بمباشرة، تصدق بعد الذنب ولو بمبلغ يسير، فإن هذا سبب لذهاب شؤم الذنب عنك. فإن الذنب إذا فعلته نكت في قلبك نكتة سوداء، ومن أثر هذا الذنب الذي ينكت في القلب النكتة السوداء أنه يجعلك في أحيانا معرضا عن بعض الطاعات، مصروفا عن بعض الخيريات. ولكنك إذا أتيت بعد الذنب بصدقة فإن الصدقة تمحو شؤمها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة تطفئ الخطيئة أي شؤمها وأثرها كما يطفئ الماء النار.